وللمزيد ينضم إلينا رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكويتي. أهلا بك رائد. أهلا. نرى كيف الأسواق اليوم على تباين، كانت في البداية على تراجع ومستقرة، اليوم نرى بعض الارتفاعات، ما هي الأسباب التي أثرت على أداء الأسواق بشكل عام؟ يعني نحن في عندنا مجموعة من البيانات المهمة اللي راح تاخذ مكان خلال التعاملات هذا الأسبوع، على رأسها اجتماع الفيدرالي الأمريكي، تقرير الوظائف الغير زراعية، وأيضا أزمة البنوك التي انتهت تقريبا نحن يعني بما شارف إنهاء صفقة الاستحواذ من جي بي مورغان على فيرست ريبوبليك بانك. هذا يعني نوعا ما يهدئ الأسواق. نحن عم نشوف إنه الأسواق أيضا تسعر إمكانية إنه ارتفاع أسعار الفائدة بشكل أكبر من المتوقع، يعني 25 نقطة أساس ممكن تكون هي مفصلية ونهائية من قبل الفيدرال الأمريكي، ومن ثم البحث عن عملية حتى تقليصات بأسعار الفائدة خلال نهاية التعاملات هذا العام. الأسواق تحاول تسعر من الآن أنه في عندنا فرصة تقليص أسعار الفائدة بنهاية التعاملات العام، ولهيك عم نشوف أداء الأسهم الأمريكية إيجابي ومرتفع بعض الشيء، ولا ننسى أنه أدائهم كبيانات اقتصادية من الولايات المتحدة الأمريكية عم يكون إيجابي أيضا في نفس الوقت. فطبعا بعد تقريرات أو توزيعات الأرباح اللي كانت بالنسبة للقطاع المصرفي أعتقد أنها كانت إيجابية وجيدة بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي، فإجمالا عم يعطي هذا زخم للمستثمرين وثقة، فبالتالي عم نشوف موجات ارتفاع محدودة في الأسواق الأمريكية ولكن في اتجاه مرتفع. طيب بالحديث عن استحواذ جي بي مورغان على فيرست ريبوبليك بنك، هذه الخطوة كيف سترى تأثيرها على القطاع البنكي، وهل هذه بداية الأزمة أم نهايتها؟ يعني أعتقد أنه يوجد أزمة في الاقتصاد الأمريكي متوقعة بنتيجة أنه نرح نقترب أكثر من موضوع الريسيشن أو الركود الاقتصادي. يعني هناك دلالات كثيرة بدأنا نراها في الاقتصاد الأمريكي تظهر أنه هذه السياسة المتشددة وقلق البنوك من عمليات الإقراض، إضافة إلى ارتفاع معدلات الإقراض، يعني كمعدلات الفائدة على الإقراض، ذلك يقلل من ربحية البنوك في الفترة القادمة، وبالتالي بنشوف ضغط أكثر على القطاع المصرفي. أولا لازم يكون عندهم احتياطيات نقدية كبيرة لمواجهة أي إيداع سحوبات بالإيداع، وبنفس الوقت في عنا ارتفاع بتكاليف الإقراض، بالتالي الإقبال أقل على المنتجات الائتمانية. هنا ممكن يأثر على أدائهم، ولكن بعد ما ذكرنا أنه تقريرات توزيعات الأرباح الأخيرة أظهرت إيجابية نوعا ما، فبالتالي بالنسبة لأزمة فيرست ريبوبليك بانك والفالي بانك أعتقد هذه البنوك كانت أسباب انهيارها واضحة جدا، وبدأنا نرى أنه انتهت هذه الأزمة تدريجيا، إضافة إلى بعض التعديلات البسيطة بالتشريعات الناظمة للمصارف. أعتقد هنا تنتهي كليا صفقة الاستحواذ، وممكن أنه ما نشوف مشاكل بهذا القطاع، ولكن الأبرز هو آثار سلبية نتيجة الركود الاقتصادي المحتمل الذي قد يتجه للاقتصاد الأمريكي. نعم، إذن رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكويتي، شكرا جزيلا لك ولتواجدك معنا. شكرا هند.